متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة الثانية التي تتحدث بها عن الأحوال الجوية في بحر العرب والحالة المدارية المتواجدة هناك. آخر التحديثات الجوية عبر صور الأقمار الاصطناعية والرصدات الجوية الواردة لدينا تشير إلى تعمق هذا الاضطراب الجوي المداري ليصبح يعني منخفضا مداريا، يتشكل وتشكل إلى المنطقة الجنوبية الغربية من صلالة، ويؤثر على جنوب محافظة ظفار بالإضافة إلى أجزاء واسعة من جنوب شرق اليمن بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من الأراضي العمانية. وتبلغ سرعة الرياح حول هذا المنخفض المداري تقريبا حوالي 20 عقدة، ويتحرك ببطء شديد نحو الشمال الغربي بشكل عام، جلب كميات كبيرة جدا من الأمطار خلال الساعات الماضية تجاوزت 50 ملم في بعض المناطق العمانية. أيضا هذا المنخفض مترافق مع سحب كثيفة وذات ارتفاعات عالية ورعدية الطابع، فبعض من هذه الأمطار تكون أمطار طوفانية أثناء حدوثها، مما يعمل على ارتفاع منسوب المياه. طبعا تلك المناطق أيضا يوجد بها مرتفعات جبلية، وبالتالي جريان الأودية أمر هام جدا يجب الانتباه عليه. خلال هذه التغطية ونشرة الخاصة سنستعرض معكم ما هو متوقع وما هي المسارات المفترضة لهذه الحالة المدارية التي يرى بعض النماذج الحاسوبية، النماذج المحاكاة التي تحاكي كيفية تحرك هذه الحالة إلى تعمقها بشكل كبير وتحولها إلى ربما عاصفة استوائية أو عاصفة مدارية تؤثر على الأراضي العمانية بوجه التحديد. بعض آخر يراها يعني تتشكل ويعني تكسب المزيد من القوة لكنها تتحرك بمحاذاة السواحل. في كل الأحوال يجب عليكم أن تعلموا بأن هذه الحالة بطيئة الحركة، وبالتالي يزيد من قوتها من ناحية كميات الهطولات المطرية المترافقة معها، وهذا هو الأمر الهام. أحيانا قد تتعرض المناطق إلى ضربات مباشرة لأعاصير ذات درجات قوة عالية، ربما درجة ثالثة رابعة أو حتى خامسة تدميرية في العالم، وهذا أمر معروف. ولكن أحيانا يكون أخطر من ذلك هو بقاء نظام جوي استوائي أو مداري في منطقة معينة فترة طويلة، مما يعمل على هطولات مطرية شديدة تبلغ أحيانا كميات هائلة من الأمطار. هذه هي آخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي يعني يمكنكم أن تروا بشكل واضح كثافة هذه السحب التي حول ذلك المنخفض المداري، وتغطي مساحة لا بأس بها واسعة وشاسعة تصل من مناطق المكلة في اليمن تقريبا إلى شرقا باتجاه منطقة صلالة. جميع هذه المناطق الآن تتعرض لهطولات متفاوتة من الأمطار الرعدية الغزيرة، والتي تنتج عن ذلك المنخفض الجوي المداري المتشكل في تلك المناطق. أيضا أعيننا، ولكن بالرغم من ذلك بعد هذه المناطق، أعيننا على هذه المنطقة أيضا بعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية بدأت تظهر في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من بحر العرب. ربما يكون ذلك نواة لتشكل أيضا حالة مدارية أخرى في البحر العرب خلال الأسبوع المقبل، لكن نترك الحديث عن هذه الحالة في أوقات مستقبلية عندما تتضح تلك الأمور، ولكن نركز الآن على هذه التوقعات، توقعات ماذا سيحدث في هذه الحالة المدارية التي للوهلة الأولى عندما تراها تظن أنها قد يعني انتهت وتبدأ بالدخول نحو الداخل وستتلاشى عما قريب، لكن ليس ما يعني ليس ذلك ما تعرضه لنا النماذج الجوية العددية التي سنراها بعد قليل. إذن هذه فقط رسم توضيح لارتفاعات السحب الشاهقة، سمكات كبيرة للسحب هذه بتقنية الثلاثية الأبعاد يمكنكم ملاحظتها عبر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تعني بأن هناك كميات كبيرة من الأمطار والعواصف المترافقة مع هذه السحب. إذن هذه الخرائط التالية هي افتراضات ما يسمى بالنموذج الحاسوبي المركز الأوروبي. هذا أحد النماذج العددية الذي يجري محاكاة على كيفية تحرك الأعاصير والعواصف والمنخفضات المدارية، وما هو المسارات المستقبلية المحتملة لهذا المنخفض المداري. إذا كما تلاحظون هذه إذن سلطنة عمان، هذه الأراضي العمانية، هذه منطقة صلالة وظفار. كما تلاحظون تواجد هذه الكتل والغيوم خلال ساعات نهار هذا اليوم والأمطار الرعدية المتوقعة. يتوقع هذا النموذج مع ساعات يعني الليلة القادمة ويوم الجمعة إلى تعمق
وتشكل منخفض جوي مداري عميق. إذن تطور الحالة كانت يوم أمس اضطراب مداري، اليوم منخفض مداري. يتوقع ذلك مع ساحات صباح يوم غد أن تتحول قبالة السواحل ظفار منطقة عمان وتحديدا صلالة إلى منخفض عميق، مما قد يجلب أمطارا شديدة الغزارة وربما مع العواصف الرعدية إلى هذه المناطق. وكما تلاحظون كميات كبيرة وهائلة من الأمطار متوقعة ليلة الجمعة للسبت. يتوقع إلى تطور ذلك الأمر إلى عاصفة مدارية، إذن من منخفض جوي مداري عميق إلى عاصفة مدارية مصحوبة برياح شديدة قد تصل سرعة هباتها ما يتجاوز 100 كيلومتر بالساعة، أمطار طوفانية، كميات هائلة من الأمطار، ويدخل ذلك المنخفض إلى الداخل أو تلك العاصفة إلى الداخل داخل محافظة ظفار، وبالتالي تهدد الأودية والمرتفعات الجبلية داخل سلطنة عمان في منطقة ظفار بجريانها وتشكل السيول الكبيرة والكثيرة في تلك المناطق، في مشهد يعيد بعض الشيء ذكريات الإعصار ميكونو الذي ضرب مباشرة سلطنة عمان ودخل إلى داخل الأراضي العمانية. إذن مسار غير منطقي من ناحية التنبؤات الجوية، لدى ذلك النموذج الذي يتوقع استمرار تعمق هذه العاصفة داخل الأراضي العمانية. هذا الأمر قد يكون أحيانا خطأ في النماذج الجوية العددية، لأن العواصف لا تتطور فوق اليابسة، تتطور العواصف داخل البحار بسبب أنها تتغذى على درجات الحرارة المرتفعة من البحار، إنما عندما تدخل اليابسة تصبح طبعا درجات الحرارة المرتفعة فوق البحار المصاحبة لها بخار الماء، ولكن عندما تدخل إلى اليابسة هذا أمر هام يتلاشى، وبالتالي نستبعد هذا السيناريو بعض الشيء أن يتعمق بهذا الأسلوب، أن يكون هناك عاصفة مدارية في داخل وعمق محافظة ظفار في الأراضي العمانية. انتقالا إلى نموذج جوي آخر وهو المركز الأمريكي الذي يرى الأمور بشكل مختلف، قريب بعض الشيء في الأراضي بالمركز الأوروبي عفوا، ولكن مختلف بعض الشيء. إذن يرى الوضع الآن أمطار ممتدة على المنطقة الحدودية ما بين عمان واليمن وتلك المطلة على السواحل على المطلة على البحر بحر العرب. خلال ساعات الليلة القادمة يتوقع تعمق هذه الأمطار في تلك المنطقة ومنطقة تقريبا المنطقة الحدودية ما بين عمان واليمن. ماذا يتوقع هذا النموذج؟ إذن يتوقع بدء تعمق هذه الحالة أكثر باتجاه الأراضي اليمنية، تحديدا الجزء الجنوبي الشرقي من الأراضي اليمنية وبالقرب من المنطقة موكلا، ثم يتوقع دخول هذا المنخفض المداري على شكل منخفض مداري عميق إلى داخل المنطقة الحدودية الواصل ما بين اليمن وعمان، ومن ثم يتوقع أن يتعمق أكثر باتجاه الشرق والشمال الشرقي من الأراضي اليمنية بالإضافة للمنطقة الغربية من الأراضي العمانية على شكل أمطار غزيرة ومنخفض جوي مداري عميق يتوقع أن يؤثر على هذه المنطقة بمشيئة الله تعالى. هذه إذن توقعات مختلفة للنماذج والمراكز الجوية الحاسوبية لكيفية تطور هذه الحالة الجوية. وبالتالي إذا نظرنا إلى ملخص هذه الحالة المدارية، هذا هناك منخفض الآن مداري جنوب غرب صلالة، هناك منخفض جوي تشكل بالفعل في تلك المنطقة مهدد بأنه قد يتطور إلى منخفض جوي عميق، وهو الأقرب إلى يعني الرأي الأقرب إلى ما سيحدث أنه سيتطور إلى منخفض عميق خلال 24 ساعة القادمة، وبالتالي تنشط سرعة الرياح تصبح مصحوبة بهبات أقوى، المزيد من الأمطار الغزيرة على السواحل المطلة على بحر العرب والممتدة ما بين مدينتي صلالة في سلطنة عمان وتقريبا منطقة المكلا من اليمن، تلك المناطق جميعها الساحل ذلك مهدد بأن يتطور عليه تلك المنخفض أو ذلك المنخفض المداري إلى منخفض مداري عميق يجلب معه أمطارا غزيرة إلى تلك المناطق وهبات من الرياح. هل ستتطور إلى عاصفة مدارية؟ بعض الشيء الأمور غير واضحة، ولكن كل شيء وارد ما دام النظام المداري في البحر، فإن كل شيء يبقى واردا وبالتالي يبقى تحت المتابعة الحثيثة. هذا النظام بطيء الحركة، وبالتالي كميات الأمطار المتوقعة بالتزامن وبالترافق مع هذه الحالة المدارية كبيرة جدا، قد يوازي أحيانا ما يحدث في أعاصير من الدرجات المتقدمة بسبب بطء حركة هذا النظام. وبالتالي على الجميع الإخوة الانتباه في سلطنة عمان أو في اليمن إلى النشرات الدولية
الدولية الصادرة عن الأرصاد الحكومية في تلك البلاد والمراكز الإقليمية الخاصة بمتابعة الأعاصير والالتزام بما تصدره السلطات من أي أوامر للإخلاء لا سمح الله أو ما شابه لتفاديا للأضرار الكبيرة التي قد تحدث بسبب هذه الحالة المدارية. نحن في طقس عرب سنبقى على تواصل معكم أولا بأول، ويمكنكم متابعة تغطية حية مباشرة عبر موقع طقس عرب arabiaweather.com التي سنورد لكم بها في سلطنة عمان وفي اليمن تقارير دورية أولا بأول حول الأحوال الجوية المرافقة لهذه العاصفة المدارية، كما سنكون معكم في المزيد من النشرات المصورة. إذن هذا كل ما لدينا حتى الساعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.